السلام عليكم، مرحبا بكم على اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم عباره على السفن كما كتشوفوا معايا هنا الفيديو، كيجي جد رائع، طريقه ناجحه 100%. كما كتشوفوا كيجي هشيش ومقرمش. تبعوا معايا المقادير والوصفه، اتمنى تنال الاعجاب ديالكم. على بركه الله. الوصفه تاع السفنج اللي غادي نقدمها لكم اليوم كالتالي. هذا هما المقادير، يعني ماشي كثيره، قليله. عندي هنا الدقيق تقريبا 400 غرام تاع الدقيق تاع الحلويات، وعندي هنا شويه معلقه سكر سنيده، وعندي شويه الملح، وعندي الماء دافي وخماره تاع الخبز تاع البولونجي. عندي 5 غرام 5 غرام، يعني 10 غرام. هذه هي. وعندي هنايا الماء دافي تقريبا 300 ملل تاع الماء. هادو هما المقادير، غادي يعني نخلطهم انا تقريبا كاملين في هاد العجانه. تقدروا تستعملوهم حتى بيديكم يدويا تجمعوه، ولكن ما عادش ندلكو بزاف. واحسن حاجه في هاد السفنج يعني كيجي ناشف وما كيشرب لا زيت لا حتى شي حاجه، وكيجي اكثر من رائع. بحال راكو تاكلوا السفنج تاع الزنقه، كيجي زوين بزاف. المهم تبعوا معايا المقادير والطريقه. هنا يعني ندير الدقيق، عندي 400 غرام كما قلت لكم، وعادي نضيف شويه الملح. المهم الملح كل واحد يعني الكميه اللي يبغي، تقدر تستعمل كل واحد على حسب المذاق اللي كيبغي اكثر او اقل. عادي ندير خماره تاع العجين، درت 10 غرام. حنا تبعنا هي راه هذيك الغبره، ماشي الا كانت عندكم موجوده الاخرى، ديك العجينه اللي كنستعملوها تقدروا تستعملوها، هذا احسن. وبالنسبه للخمير ديالو يعني على حسب الحراره تاع الوقت، بحال دوكا شويه يعني الدعوه بارده، يعني كيطلب شويه الوقت باش يخمر. واخا حنا عندنا لداخل الدعوه سخونه، غادي نضيف له الماء ضروري، يجي يعني ما يجيش العجينه ديالو تجي خفيفه بزاف كتلصق في اليدين، يعني كت ضروري ندهنوا يدينا بالماء ولا بالزيت باش نهزوها. غادي ندور العجانه دور حتى هذاك الخليط يتملك شويه وتنجم العجينه. غادي نبقاو معايا تشوفوا الشكل تاع العجين كي داير اللي غادي نستعملوه السفنج. ها هو العجينه نتاع السفنج كما كتشوفوا، خفيفه وكتملصق باليدين. هذا هو يعني الشكل ديالها اللي حصلت عليه من بعد ما درت ديك المكونات. ودركا غادي نديرها في واحد الزلافه ونخليها تخمر على خاطرها، وما قلت لكم على حساب الحراره. انا تقريبا نخليها واحد الساعه تخمر، ومن بعد غادي نولي. غادي تشوفوا معايا الطريقه كما كتشوفوا، خفيفه بزاف كتملصق بزاف. ضروري تكون هكا باش السفنج كيجيك خفيف لداخل وما يجيش معجن. عادي نبلع عليها بلاستيك ونغطيها مزيان ونخليها تخمر على خاطرها كما هكا. غادي نغلي فيها بهذا البلاستيك باش ما يدخلهاش الهواء ولا تاع البرد، لقاش ضروري خصها تخمر وتكون في مكان يعني يكون شويه سخون ما يكونش بارد. كما كتشوفوا معايا من بعد ما غطيتها بالبلاستيك وليت درت هاد السربيته اللي خليتها باش تسخن وتخمر. ها هو من بعد ما خمرت خليتها ساعه، كما كتشوفوا الحجم ديالها ضاعف، ما بقاتش كما من قبل. غادي نخوي داك الهواء من عندها من بها، نخويها هكا يعني كاع نولي ندور العجينه كامله، وعادي نرجعها تخمر مره اخرى. هنايا دهنت شويه يديا باش ما تلصقش. غادي نخليها هكا مره اخرى، نخوي داك الهواء اللي لداخل مزيان مزيان، ومن بعد غادي نخليها تخمر مره اخرى. وغادي نتلاقاو من بعد باش تشوفوا عاود الطريقه الثانيه. تقريبا نديروا هاد نخوي داك الهواء بها جوج مرات باش العجينه تطلع مزيانه وحتى السفنج يجي زوين داخل ومقرمش يجي خفيف. هيا دركا من بعد ما درت جوج مرات نفس الطريقه، دركا غادي نديرها في هاد البلاطو اللي دهنته شويه بالزيت باش ما تلصقش العجينه تاع السفنج. كما راكم تشوفوا يعني كتكون كتملصق، ضروري ندهنوا يدينا وتا البلاطو اللي غادي نديروا فيه نشكل فيه دوك السفنجات.
هنايا دهنت شويه يديا بالماء، كما بغيتو الماء ولا بالزيت بحال بحال، المهم باش ديك العجينه ما تلصقش سيتو. غادي نكور هنايا واحد الكويرات صغار على هذا الحجم، كما بغيتو، كاين اللي بغى يديرهم كبار كاين اللي بغى يديرهم صغار، انا غادي نديرهم شويه، شي وحدين كبار شي وحدين صغار معليش. غادي نخوي داك الهواء اللي فيها مره اخرى، وغادي نشكل، غادي نشكل كويرات صغار تاع السفنج اللي كان بحال اللي كيتباع بحال هكا، وتقدروا ديروا واحد اخرين صغيرين يعني كل واحد واللي شنو يفضل. الحق الانسان يستعملو سيرتو هنا حنا عندنا في فرنسا، يعني السفنج كيكون كيتباع ماشي ما كيتباعش، ولكن كيكون الثمن ديالو غالي، كيبيعوا لك وحده بانورو، حقا هي كبيره كتكون كبيره بصح كيبيعوها غير في المرشيات، كيبيعوا وحده كبيره يعني انو يعني عندنا حنا هنايا ما يتباعش، وكيتباع في المرشي يعني مره في السيمانه ولا اللي كيكون يعني ضروري يعني تحتاجي تبغي ديريه في الدار من كانت توحشو نتاع البلاد. ودرك انا هنايا نستعمل درتو وشاركت معكم هذه الوصفه، الحقيقه جا رائع جدا وجابني، يعني في الحقيقه كيكون بنين، وحتى الطريقه ديالو يعني سهله باش تحضر ماشي شي حاجه. هنا يعني فرقت هاد الكويرات تاع السفنج، شكلهم هكا صغيرين، ومن بعد غادي ندير يعني الزيت سخون باش غادي ندير هنايا، المهم غادي تشوفوا الطريقه معايا ما سبقش الاحداث. هنايا شكلتهم كما كتشوفوا يعني كيعطيك حتى كميه كبيره، يعني كان استعملتهم صغار قلب هكا يعطيني كميه اكثر، ولكن درتهم شويه كبار انايا، كيعجبني يعني الشكل ديالو كيجي كبير احسن، ما يكون صغير ما كيجيش، يعني كيجي كبير زوين واحسن، حتى الشكل ديالو كيجي زوين وحتى المذاق كذلك. المهم هنا من بعد ما شكلت ده كاع غادي نشكلو كاع العجين اللي عندي تاع السفنج، غادي نمر مباشره باش غادي ناخذ الزيت اللي غادي نقليو فيها هاد السفنج. الحقيقه انا غادي ما عادش ندير المقلاة، ولكن غادي نستعمل الكاسرونه اللي غادي نقلي فيها من الاحسن، لحقاش كتكون الزيت فيها طالعه، وكتكون يعني غادي نستعمل هنايا جوج كاسرونات، وحده غادي ندير فيها النار مهيله كما كتشوفوا هنا معايا، درت جوج كاسرونات، وحده كبيره هنايا درت الزيت فيها قليله، وهنايا الزيت اكثر، لحقاش غادي هنايا ندير النار مهيله في الاول، غادي ندير السفنج في ديك النار تكون ناقصه باش يدخلها الطياب وشويه، ومن بعد غادي ندير في ديك الكاسرونه الصغيره باش غادي يطلع لها الزيت من الفوق، وعايز تبقى يعني الحجم ديالها يزداد مباشره بمجرد ما غادي ننقلوها بديك الزيت يعني اللي الحجم ديالها اكثر، وحتى النار كتكون فيها مجهده اكثر هكاك، يعني نديرو دوائر. غادي نحطهم هنايا في المقلاة او الكاسرونه، كل واحد اللي يفضل فاش يستعملهم فاش يقليهم. كما كتشوفوا هنايا هنا نقصت، يعني درت هنا السفنج يعني السفنجه ديالي، ودرتها هكا على نار مهيله باش يعني داك الطياب يدخل لها لداخل ما تكونش خضره، وفي نفس الوقت هكا كما كتشوفوا يعني كطيب مباشره كل حجم ديالها يتضاعف. ودركا من نحس بها شويه طلعت وكلشي وكشت راسها من التحت، غادي نبدل المقله يعني نديرها في المقله الاخرى اللي تكون نار فيها مجهده هكا كما كتشوفوا هنايا معايا، وغادي يتضاعف الحجم ديالها، لحق الزيت فيها اكثر وحتى النار يعني فيها مجهده على الاخرى، وغادي نخليوها طيب حتى يتضاعف الحجم ديالها واللون ديالها يولي احمر تاع السفنج، يعني طيب مزيان مقرمله، ونحيدوها مباشره. وغادي نستعمل نفس الطريقه، غادي نديرهم هادو على النار الناقصه في الاول، ومن بعد غادي نضيفها في هاد الكاسرونه اللي فيها النار مجهده مرتفعه، كما راك تشوفوا هنايا يعني الحجم ديالها راه كيتضاعف، كتجيو دوك الفقاعات، كيجيو دوك الفقاعات لداخل، كيجيو يعني كيجيو لداخل هشيش ومقرمش، كيجي جد رائع بحال تاع الزنقه، يعني ما كانش شي فرق. وما انا استعملت هنايا هاد الزفوت، كيجيني اسهل باش نطيبو باش نحيي نقلبها بكل سهوله.
المهم غادي نقلبو هكا حتى طيب مزيان، واخا هنا مازال ما طات من التحت غادي نرجعها عاود تتحمر كما راكم تشوفون معايا الفيديو. هذا هو الشكل ديال شكله، هذا هو يعني كيجي زوين ومقرمش، كيجي جد رائع. وغادي نستمر على الطريقه حتى نفس تنكمل كاع المهم السفنج اللي عندي، يعني طريقه سهله وبسيطه تستحق التجربه كما نقولوا. كما تشوفون هنايا كي نبدل المقلات يعني في هذا النار المجهده الحجم ديالو كيتضاعف اكثر، وكيجي مقرمش وحتى لداخل ما كيجيش معجن ولا كيجي خفيف، يعني ما كانش شي فرق بينه وبين تاع الزنقه، كيجي اكثر من رائع. نتمنىكم تجربوه، وخصوصا هاد الطريقه يعني الا جربتوها راه يكون ناجح 100%. يعني انا معتاده يعني كنديرو اغلبيه كنديرو هنايا في الدار، ما كنشريوهش حقا في البلاد، الاغلبيه كنشريوه لاقاش الثمن ديالو رخيص، وكذا كيكون موجود في اي بلاصه في اي وقيته، يعني ما يعني كيكون قريب في المحلات وكل شيء، ولكن الاحسن بعض المرات كنحتاجو نديرو حوايج بحال هادو في الدار، وكيكون عندك يعني كيكون من ديري حاجه بيديك كتكون نقيه وتكون مضمونه تاكليها وعينك مغمضه كما نقولوا. كما كتشوفوا هكذا هو شكله. غادي نبدل الاخرى عاود نفس الطريقه حتى نكمل جميع السفنج اللي عندي، بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. يعني ضروري ديك التخبه تجي في الوسط وندوروا هاد العجينه مزيان مزيان جميع الانحاء باش يكونوا دوك الاجناب يكونوا مقادين. في الصاله كيحمر ملي كتنقلوا في الجهه الاخرى تاع المقلات اللي تكون مجهده كيحمر كل سهوله كما كتشوفوا معايا في الفيديو، كيجي رائع. نتمنىكم تجربوه، المهم بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي نتاع السفنج. ها هو الشكل النهائي تاع السفنج، كيجي اكثر من رائع. نتمنى البنات تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. شكل كيجي لداخل كيجي خفيف وهشيش كما تشوفوا. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساونيش بجيم وتعليق تشجيع القناه، واللي اول مره يدخل القناه ديالي وعجباتو الوصفات ولا اي حاجه فيها مرحبا به، ونتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وإلى اللقاء وصفة أخرى إن شاء الله.